اهلا وسهلا فيكم بابيسود 5 من كلنا بالهوا سوا. ليه عم نضحك؟ لانه اليوم في ضحك كتير. اليوم يمكن يصير في خبيط باستوديو، يمكن اكلها قتله، ويمكن اطلع من البيت. اهلا وسهلا فيكم بكلنا بالهوا سوا ابيسود 5. الحلقه الليله النهارده مع شخص ما بعرف كيف اوصفه. كيف تحب توصف حالك؟ مرحبا بالاول. مرحبتين. اثنين، بدك تنتبه انه في حدود للمزح، لانه اللي بتحكيهم لاصحابك رح يصيروا يشوفون قدام عينيهم. كتير منيح. صوت وصوره. كتير منيح. وانتبه عن الخبيط السفاح كل هدول القصص. اليوم معنا جيست، هو منو جيست، هو ذا اونر اوف ذا هاوس، بيي نسيب حاتم. قرر يعمل معنا ابيسود لانه هيديك المره عملنا اخر ابيسود مع امي، وشو قلت لي؟ بدك شو؟ بدي حق الرد. بده حق الرد، بده يرد على كل شيء قال غلط عنه، بكل شيء حكيه انه هو عمل هيك وهو كان قاسي وهو كل هالقصص. انت بتحب كتير تحضر سيريز وتمشي فيهم، وعندك فايلات اكسل مع OCD، يعني حاطت هل هيدا وهيدا الهد، وانت حاطت هالسيريز بهالخزينة بهالقصص. مين بيجيب لك ياهم كلهم هولي؟ يعني في حدا هلأ من بعد ما من غير شر سافر ابني الكبير، اتطوع راح شي 3 مرات لهلأ مربحني جميلة عشي 40 سنة، انه هو راح جاب لي كذا مرة بنيتهم. انا مرة كنت معه كمان على فكرة، ايه، وياريت جيبهم صح. طيب انت تطلب مني روح على المحل، روح احكي مع الزلمة اللي هو انجع عنده وقتي، ليك خلينا نشوف، عود معي ساعة ونص في هيدول سيريز، شوف لي اي ابيسود نزل، اي ابيسود عنا يا بالبيت، لانه ما بتذكر شو هو، وبدي كل الفلوم الجديد الاكشن. باتريك، هلأ انت عم تحكي بهالحلقة تبعيتك، واكيد اللي عم بيسمعوك هني اصحابك. لا مش ضروري بيكونوا اصحابك. اصحابي صعب يكونوا أصحابك. بقى كرمل هيك، أنا اللي أجرب قد ما فيي خبرهم لأصحابك أنت من تكون. حلو، يلا. لحتى يكونوا أنا من أكون، لحتى يعرفوا كتير منيح أنت مين. ليكو، لخبركم شغلي. باتريك من وقت ما خلق طلع طوله 1.5 متر وعرضه شي 2 متر، وبقي يتطور من هيك الأيام. طبعا الطول الفارع هو الوزن الزايد بيخفف من النشاط، بيصير هو برأيه إذا عمل نشاط واحد يعني عمل إنجاز. وكرمل هيك هلأ هو إذا راح مرة جاب له فلومي لبيه، أوكي، وقال له ما تجيب إلا إذا كانت السيري خالصة مش مجزوقة، لحتى ما نوصل للمرحلة اللي عم تحكي فيها أنت. لا، هو بحس انه هلا انا لازم اعمل شيء منيح لبيي. لو في سيريز جديده ما معه خبر فيها ونزل منها اول حلقه، بيقول له ليك جبت لك انا اول حلقه. ميرسي بابا. طيب وقت انا اقول لك نزلت فايكنجز الابيسود الجديد، بتقول لي لا انا بدي اياهم سيديات. تا ضروري ما فيك تحضرون وبعدين جيب لك السيديات، ام لا ما فيك؟ عم تحكي سليم، بس بدي اقول لك انه يمكن انت بعمرك بتحبوا تحضروا كل شيء اونلاين. انا لا، بحب احفظهم واعمل فيهم اكسل واعمل فيهم اذا بدك ريبرتوار، واعمل بيبليوتيك مثل ما عندي بيبليوتيك، مش بس بالسيريز، عندي بيبليوتيك بالاغاني، بالصور، بالالستري، بالكتب. بقى هيدا شيء هيك بطبيعتي، انا بحب كون مرتب ومنظم. اوكي، انت عم تحكي هلا عن البيبليوتيك، فيك تخبرون قديش بس انت بتحب نحن نقرا، وجبت لنا بوند ديسيني كتير. مين معلمك هالشغل اللي هي غلط عن الكتب اللي هو ممنوع نفتح ونقريه؟ نقريه هو مفتوح انجا. بتتذكر يكون جايبنا تانتان ام لوكي لوك ام ما بعرف شو، بعدنا عنا اكيد مش هيك، ممنوع نفتحه اكتر من هالقد، لانه الخبرة تبعك ما وصلتك تشوف انك انت بتبقى جايب هيك شغلة بدك تستعملها انت وبعدين اخوتك وبعدين يمكن ولادك. اذا انت فتحته للكتاب بالشكل العريض هيك رح ينخزق من ميلة ورا،
ومعه بصير كل ورقة سيباري عن التانية مفصولة عن التانية. بقى كرمل هيك لحتى ما يصير مثل كتاب التاريخ أو مثل كتاب المات مثل ما أنا فايق. أوكي بفضل علمك أنك أنت فيك تفتحه لتقرأ هالقد، مش ضروري تفتحه هالقد، مش ضروري تفتحه هالقد، فيك تفتح القد لحتى تقرأ وتضلك تحافظ على اللي أنت أخذته كتير منيح تسلمه للوراك يكون أحسن كتير. بس أنا لأنه ما قدرت تسلمه يعني ما قدرت أخده لأنه أنجأ فيه أفتح أقرين. اسم الله على إيديك باتريك، معك حق، أنت إذا بلحقت بك تفتح الكتاب بهالإيدين يمكن بك تفتحه بالقلب لحتى يمشي الحال. فيك تفسر لهم إذا ما بدك فينا نقطشة، فيك تفسر لهم شو كنت تعمل بإلي جورج ومارك بالمات تريبيا؟ عن جد رح تخبر؟ أكيد، ليش بدي مشو بدي استحي؟ أيدو بعتون على المستخبرات. أنا هون قبل ما بلش شو كان يصير بإلي جورج ومارك لما باتريك ما ذكر اسمه يعني هو اعترف إنه ما صار في شيء. إيه لا أنا يعني بنعده هيك بقى كرمل هيك. أول حق رد على الحلقة الماضية باتريك كان عم بيتجنى عبيه، واللي ساعده لباتريك بهيك الوقت كمان أمه لأنه بتحبه كتير كتير. جيد. إلي جورج ومارك دايما البي والأم التجربة الأساسية بالتربية وبالتسقيف وبالتعليم تجي مصيبة عند الولد الأول، بعدين بصير يخف ضغطهم للأهل بالولد الثاني. ثانية مصيبة لأنه ما بتعرف شو بدك تعمل لا. أور لأنك بتعرف أنك أنت بدك تطلع من ابنك الأول بالصف وقت مش هذا المطلوب. أوكي. وأنت بالوقت أنت بتحط الشروطات براسك. أوكي بتجي وقت بيقطع وقت شو له عليه هذا الشرط؟ ما له عليه هذا الشرط. ليش أصلا كل تعلمه بالمدرسة لما بيوصل على الحياة العملانية شو بيستعمل منها؟ المدرسة فقط أنا بالنسبة لي هي لتعلمك تحفظ، لتعلمك تفكر، لتعلمك تتعاطى مع أكبر منك، مع ناس مسؤولين عنك، لحتى أنت تحترم إيرارشي هيكلية إدارية معينة، ولتحترم التنظيم. أنا هيدا برأيي. بقيت بقى لما أنت بتوصل على الجامعة وبتصير تختار التخصص تبعك هون بلش الموضوع اللي أنت رح تستعين فيه بكل حياتك. كل الباقيين كانوا تحضيرا لتوصل لدخلة أول نهار على الجامعة. طب هلأ بالعالم عم يبلشوا يفكروا يوقفوا المدارس ويعملوها بغير طريقة. Do you actually believe this is a good idea or لازم لو واحد يضلوا عم يتعلم بهالطريقة المدرسية؟ أنت بدك تزيد تكتر أسئلة ولا بدك تسمع أجوبة بعد ما جاوبتك عن إلي جورج ومارك؟ لا لا ما صرنا بنص موضوع. أوكي طيب يعني بدنا نوقف هذاك الموضوع لنجي إيه رح نرجع نحكي إيه هذا لأنه كتير مهم. أنا برأيي لا، لأنه أكيد كل يلي قطعوا قبلنا والعم بيقطعوا معنا، ومش شغلتي أنا روح فتش على نظام تربوي جديد لأنه مش اختصاصي، بس لو ما أثبت نجاحاته العالم منا معلمة ومنا ناجحة بحياتها. أوكي وما قادرة تكون منجة بحياتها. يمكن اللي لازم تعمل اليوم هو شوية إذا بدك أدابتاسيون الطريقة اللي بتتعامل مع المدارس مع اليوم الاد اون فاليوز يلي صار بالانترنت وبالاونلاين، والعالم عم تنجبر بموسم الكورونا انه تروح لهالتوجه. صح. يعني نحن عايامنا لما كنت انا بالجامعه كنا نحن نتمنى يكون في عندنا اسئله ايه اذا بدك 1007 كنا نتمنى انه يكون في عندنا مالتيبل تشويس بالاجوبه اللي هو اليوم هو. نحن لا، نحن كان عندنا اذا بدك شو ما كان يكون السؤال إذا ما كان بروبليم مات هو كأنه ديسرتاسيون، كأنك عم تعمل إنشاء، أنت بدك تعمل إنشاء لحتى تجاوب. بالعكس هيدا التطور هو كتير منيح لأنه بيصير يوجهه للتلميذ أوكي لمحل يقدر يصير إذا بدك يحلل قبل ما يجاوب. ورح أعطيك مثل كتير حلو. بالزمانات كنا نتعلم تاريخ وجغرافيا كانوا يجوا الأسئلة مثلا أوكي مين أحسن دولة لنقول بتنتج رز أو قمح أو 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 بدك إيه؟ أنا مثلاً بتمنى إنه يكونوا الأسئلة يعمل مقاربة بين اقتصاد بلدين بكل أنواع الاقتصادات. إيه ما هيدول أنت بتعلمه بالمدرسة وين بتعلمون؟ أوكي. مثلاً إنه أنت اليوم هيدا عم بحكي من ناحية الاقتصاد، فينا نعمل مقاربة مثلاً شو الفرق بين الحرب العالمية والحرب الأولى والحرب العالمية الثانية بكل ظروفها. يعني أنت وقت بتوصل بتكون أنت حافظ ورحت لمحل السؤال يسألك تعمى أعمال مقاربة بين الاثنين، صرت مضطر اثنينتهم تحطهم وتعمل وين حالات التباعد وين حالات التقارب بيناتهم. وأنا برأيي بيكون هيدا الموضوع ما بقى يظهر من راسك، مش حفظته لتسمعه،
حفظته لانك بتحلله رح تضلك عايشه كل حياتك. وهي المشكلة انه بالمدارس عم يجبروك تعمل شيء تا انت تكون عم يطلع لك علامات، مع انه انت لازم تتعلم هالقصص تا انت تتعلم بحياتك. This is where I see it's wrong بالمدارس. يعني بيجبروك لا تتعمل علامات، ومثلا بروفيت المات وبروفيت الاستوار اما بعرف شو، اذا ما بتكتب بالطريقه اللي هن بدهم اياها بيسقطوك. يعني انا كذا مره صايره معي، كانت غير انه انا كنت مقلي فيها بالمات، بس كذا مره في مثلا بالصف البريمير كان في بروف اذا ما بتعمل التكنيك تبعها بتسقطك. Do you think this is right؟ لا جاوبك لا جاوبك. انتو بالنسبه لكم فحوصات الدوله يلي على ايامنا نحن كان في سيرتيفيكا وبروفي وترمين وبكالوريا وترمينال، انتو على جيلكم من بعد الحرب ما عادوا هو موجودين، واذا وجدوا ما عادوا بذات اهميه. اوكي. الاستاذ بدك تفهم هذا الاستاذ القاعد يصلح مسابقه وفي قدامه عشرات الوف المسابقات وعم بيقبض على المسابقه اللي بيصلحها، منه مضطر يروح يقعد براس كل واحد ليفهم كيف هو بيتعلم يحلل ليوصل للنتيجه. كرمل هيك بعلموك هني إذا بدك بالمدرسة، بعلموك شو اسمه إذا بدك كيف أنت تواجه مشكلة وشو هو النورم لتقدر تلاقي لها الحل. وهون بتخلق الديسيبلين معك. ما في إنسان بالكون ما بيقدر يلاقي حل لأي مشكلة بغير الطريقة المعتمدة والمعترف عليها. بس بدك تقبل. هل يا ترى المجتمع رح يعتبر انه اللي انت وصلت له هو الحل، ولا رح تقول له رح يعتبره انه هو هيدا الخارج عن القاعده؟ خلينا نروح كلنا سوا على القاعده ونشتغل مثل ما هي القاعده لنقدر نبني مجتمع يكون حقيقه قادر صار اذا بده يحلل يحلل صح، اذا بده يفكر يفكر ايجابيا، اذا بده يفتش على شيء موضوع معين باي دومين اللي كان، مش بس بالدرس، بالحياه، بالاقتصاد، بالشغل، بالسياسه، بالوطنيات، يقدر يكون حاله الابروش لاي موضوع هي حاله منطقيه، مش حاله كل واحد جاي من محل وعم بجرب يفرض رايه على مجتمع طويل عريض وهو رايه لو كان صح بس هو خارج القاعده. يعني you make sense باللي عم بتقوله، خصوصا انه انت المدرسة عم بتعلمك كيف تكون لبعدين. اوكي، رجوعا على الحديث، ماركو إلي جورج. اوكي، إلي جورج لنبلش لانه هو الكبير. كان حلمي انه انا إلي جورج يكون كوبي بيست عني بالدرس. انا زلمي كنت شاطر جدا 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 بالمات والفيزيك، وداني مرتي كانت الأولى بمدرستها بكل الماتيرات عدا السيانتيفيك، بقى كانت هي اللي بتعلمه لإلي جورج حكما، وإلي جورج كان من الأوائل بصفه إلا بالماتير السيانتيفيك. وصار كل ما يكبر إلي جورج بالعمر، وطبعا داني مركزة على المواد اللي هي بتحبها، صار إلي جورج يبتعد شوي شوي عن المواد العلمية اللي هي أنا بالنسبة لإلي خناعتي إنه هي بتخلق له حالة التحليل براسه. صرت عامله لإلي جورج إذا بدكم كأني أنا صليبه، بحطه كل يوم لمعطر، بنجيب كتاب المات يبقى فيه يمكن شي 100 إكزرسيس، بده يقعد يحل 100 إكزرسيس. أنت عارف بالمدرسة آخر 30 إكزرسيس ما بيعلمونا إياهم، ماشي، مجبور هو يتعلم. هيدا الفرق، إنه أنا هاو 30 إكزرسيس اللي هن بالآخر واللي هن الأصعب واللي هن فيهم حالة التحليل كنت صر يبلش فيهم قبل هوديك. أوكي، بس لحتى أعطيه أنا هالأد أون فاليو والفرق بينه وبين رفقه. بس بكتعرف شو الأد أون فاليو تبعك. بس شو كان يصير؟ كان إلي جورج، اسمعوا، كان إلي جورج طالما أنه هو معي، أنا بس لحتى حدد، لكن في أحد، لا في سبت، لا في بعد الظهر، لا في قبل الظهر، كنا نقعد ندرس كل يوم 16-17 ساعة. أوكي، كان إلي جورج بالنسبة لإلي طالما أنه معي، إلي جورج ملك الماتيماتيك. قد ما أنا سيطع إلي جورج بهالموضوع بدون ما أعرف نتيجته بعدين، أوكي، يروح إلي جورج بالنسبة لإله هو ثقة عمية بحاله على الفحص المات، يعمل الفحص من قفا إيده عساسه ما في شيء رح يزبط منه، ويجي إلي جورج بعد كل هالعذاب أنجا جايب يديس يا أونس. وأنا ليش خفين شعراتي؟ لأنه انتتفوا من أيام إلي جورج. بقى كرمل هيك، يعني هو بس كان عنده ثقة بس ما يعمل الثقة، ما يستعمل الثقة طبعاً. يا بيي هو كان عنده الثقة، ايه؟ بس ما كان عنده انه التركيز، ايه؟ لحتى يعمل فحص مثل ما لازم. اوكي. طيب
أنا جيت اعتمدت إنه أنا إلي جورج ما نجح معي. إجا مارك لا خليني شارك شوي ما خبرتهم كيف كنت تتعلمون؟ ما عم بخلت لك ما في سب ما في أحد ما في بعض بي ما عم بحكي عن الأيام أنا عن شو عم بحكي؟ ما عم بحكي عن الشيء اللي بتلبسه على السنتي أبع على الجين أوكي بس لحتى لأنه لك عملنا أنا كان الغدا ما كنت أعطي أربعة من إيش كنت ثلاثة من إيش لك بطرها باتريك حابب يركز على هالموضوع أكيد هذا هو الموضوع مرة تلفنونا من الجمهور وهلأ عم بيحكي عن ماتير ما خصها بالمات شوفي قال إلي جورج ضعيف بالفيزيك طيب شو لازم نعمل قال لازم تجيبوا له استاذ يعطيه له سون بارتيكولير طيب عرفونا على استاذ قال في بوليسي بالجمهور ممنوع الاستاذ اللي بالمدرسه يعطي له سون بارتيكولير بالبيت لك يا خي اسمعوا اشعوا لقوا لنا حل اخر شيء لقوا لنا حل عطونا استاذ بس مش استاذ صفو استاذ غير سكسيون عظيم تفضل يا استاذ لعنا اكيد الاستاذ اللي سون بارتيكولير عم نحكي عن مبالغ ساعته كان اللي جورج يجيب 6-7 سيرفان لنقول بالفيزيك اجا الاستاذ وبلش قد ما بدنا يعطيه وقد ما هو بده ياخد شو جينا قلنا خلص هلا انا اينشتاين بالبيت رح يطلع عندي أمانا. بفحص اخر السنه او باي استحقاق جديد يجي الفحص وين هو اللي جورج اول شيء اطلع نسي المات المات فهمنا شو نتيجته كان ياخد 6-7 على الفيزيك يجي ياخد 2-3 لك يا خي وين راحوا وكله يا خي وين راحوا التعب هالجهد هالميل وين راح ابدا نفس العمليه انا صرت بعرف كل شيء مش ضروري ركز انا عم بعمل الفحوصات في محلات في محلات بتنقهر على الوقت الأديل الولد بتنقهر على الجهد اللي انحط بتنقهر على الامل اللي كنت انت حاطه اكيد تنقهر كمان على الماديات اللي انحطت بتوصل على محل يجي هالكرني اوكي مش مثل ما انت مفتكر انه نتيجه الكرني السيئه كانت تكون لا هي نتيجه تضبايه الكرني شي شهر اوكي لحتى انت تولعك هيدي وتطلعك من راسك كان يدب العلامات تبعه شي شهر قبل ما يعطيهم لبيه وياما مرات حتى كمان بسيطة هلأ نحن عم نحكي بس لحتى نمزح ياما مرات يمضي عني إلي جورج حتى كرني وأنا من الأشخاص اللي ما بينسوا يعني ضلني حافظ الأشخاص الماضي صعبة ما بعرف كيف يعني أنا اليوم مثلا بفوق لما كان عمري 2-3 شو كنت أعمل بس أنت المشكلة أنه إذا ما يعني إذا طلع له قصاص ومضى عنك أوكي بس أنت حافظ أنه بهالنهار كل 3 أشهر رحت لنا الكرني ما بولا هل ما فيها يزمن شو كان يقول لك ماشي كان يقول لي بقى معطونا إياه اوكي اوكي بقى هيدا وضع إلي جورج اكيد مارك اقل بكتير كان الوضع تبعه شو عم بعدك عم تهرب لا مش عم بهرب لا كان اقل بكتير وضع مارك ولما جيت انا بدي فش خلقي باخر واحد طلعت فيه اطول مني واعرض مني قلت يا صبي احترم حالك وبعد عنه اوكي بس بعدك عم تهرب من الموضوع شو هو الموضوع الهرب شو كنت تعمل شو كنت ما انت كنت تنقهر بدك تفش خلقك كيف كنت تنقهر وكيف كنت تفش خلقك اوكي إذا بدكم مثلا مع مارك لما بحسني انه انا كتير نكرست خلص هلا بدي جن عيط له مارك ما يرد مارك اطلع لقي مارك راكي ورافع ايديه يعني عمل قصاصه اوكي مين يحب المواجهه إلي جورج إلي جورج يحب المواجهه يعرف حاله غلطان بس هو ما بيقبل هو منه غلطان هو ما كذا هو ما كذا بيوصل لوقت الاهل بيفقدوا اعصابهم اوكي بفقدة هالأعصاب هاي أنت بدك تعمل شيء ما يأذي للولد لأنك إذا أنت مثلا ضربته لنقول شيء كف على وجهه يمكن تجي بعينه يمكن تجي على شو بعرفني على دينته تعوره أو شغلة اللي كان يمكن أهين شيء كانت أنك أنت تشيل هالأقشاط تقول له مد إيده تضربه أقشاطين ثلاثة على إيده يمكن برأيي هذه الغلط هلأ باتريك هو زعلان لأنه هالفافور ما انعطت لإله بس باتريك جد لو أنا كنت بدي أضربه أكيد ما كنت لأضربه على إيده لأنه كان بيحمل جسمه هل شاطين ثلاثة رح خبركم الخبرية يمكن هو بعده عم بيتهرب بنا هو كان يعمل ورقة حده كان يقلنا بتعملوا كل الأكزرسايزز كل غلطة بأيد يعني هو بهمه مش أنه تعمل صح بهمه يشوف كم غلطة عملت This is the result we saw in our heads يلا 1-2-3 بإخي شو بيقلي 73 وحدة 73 تفضل فوت على الأوضة لا روح جيب لي السانتير لا مش هيدا هيديك جيبني يلا عنا 73 وحدة بح 1 صح ولا لا لخبركم شغلي أكيد باتريك حاضر فيه المحل
وعم بيجي يخبركم اياه صح لانه انا بدي لا. اسالكم ما تخلي جيب خيي من فرنسا نساله بس لا اسالكم بدك ندق له نساله لا ابدا في شيء انسان بيحمل 73 قشاط لو كان متر نص بمترين في شيء انسان بيحملهم هاو انا باكد انه هذا الشيء ما صار باتريك بعتقد عم نعمل مقابله انا بدي يهرب دقيقه اقول لك دقيقه اقول لك ها دقيقه نفوت معنا على الكول انت معنا على الكول يا الو الي جورج ايه باسو اوكي عمول اكسبت بس لثانيه نحن هلا وير لايف عكلنا بالهوا سوا العالم ما عم بيشوفوك بس انا جيست معي هو بوب عم نحكي عن الخبيط تبع اكزرسيات المات هو عم بيقول انه هو كان يضربكم شاط ام شاطين بالسنه كان يو اكسبلين فور ريل وات هي يوزد تو دو بدي اختصر له كان يو اكسبلين فور ريل وات هي يوزد تو دو عم بيقول له اياك تفضل فسر لنا نحن عم نسمعك لايتلي ما كان في شاطات ثاني هو مزبوط شاط او شاطين بالسنه قال لك بالسنه ايه لا ما ايه بالسنة. هلا هي تالمظبوط يعني مش بالسنه بالشهر شاط او شاطين بس كل شاط بيكون يعني ملزق 9 10 شاطات مع بعض اذا بدنا نحسبهم شاط او شاطين ايه عرفت علي كيف وانت هو بدوبله اصلا للشاط كان يبرمهم بضربتين تتجي ضربتين سوا تيعلم والا ما بتتعلم اذا ما بيعلم ما بتتعلم لو تفرجينا ايديك بعدنا معلمين after 25 years اللي جورج thank you so much bye طلع لنا جواب بلش بحق الرد ما خلص ردينا هلا هيدا هيدو هن بعد في شيء بدك ترد عليه خلص هول هن اللي انت تهجمت علي أوكي. فيهن انا وقت قلنا رح نعمل حلقه قلت بدك تحكي شيء كرمال العالم اللي عم يحضروا هالابيسود اللي هن صغار بالعمر صحيح أنا اليوم بدي أحكيكم كأني عم بحكي مع أولادي إلي جورج وماركو باتريك وأنا أكيد يلي أنتوا عم تحضروا عم تحضروا بنفس العمر وعم بحكيكم عن تجربة أنا لما بلشت الحرب بلبنان كان عمري 17 سنة يعني كنت تقريبا حتى مش تقريبا أصغر من باتريك حتى كمان وحابب نتف صغيري أتوجه لإلكم وإلكم الشباب بكل العالم هن مستقبل أي بلد عايشين فيه بس شاب بعمركم أنتو وبعمري أنا لما كنت بال 17 سنة كان مش عقلي يخدني كانت عطفتي تخدني وتجيبني ويا ما في رفاق لإلي وقت عطفتهم الزيدي أخدتهم لمحل ما كانوا هن متوقعينه لأنه العاطفة ما فيها توقعات خسرناهم من هيك الوقت وما حدا لليوم اوكي عمل لهم قيمه من ورا كل التضحيات الكبيره اللي عملوها انا كل شيء بدي لكم لكم اكيد كل فريق بلبنان اليوم لانه عم نحكي عن لبنان هدفه يفرج حاله انه هو بيملك الموقف الصح والتفسير الصح والبتكوني انا لكم ما في ولا فريق بلبنان بيملك كامل الاجوبه الصحيحه كرمل هيك لبنان بحاجة لكل الأفريقاء انتو اليوم كشباب دوركن تكونوا انتو حقيقة الشعلة مش الحطبة لأنه الحطبة بيشعلوها لحتى يتدفوا بينما الشعلة بتتضوى لحتى واحد يصير يشوف قدامه وين بده يمشي تكونوا انتو الشعلة اللي على أساسه على أساسه نحن اليوم بحاجة من خلالكن نبني لبنان جديد لنقدر نحقق حلم حققوا لنا إياه أجدادنا وأبائنا إنه نحن خلقنا بلبنان وفخورين إنه معنا جنسية لبنانية لأنه إذا نحن مكملين مثل ما نحن مكملين بعتقد أكتر يدكم لح يترك لبنان ويفل لأنه ما بقى عم بيشوف في أمل من ورا ليه بدي لكم إياه كمان لأنه عملية التعاطي بالفكر بتكون مبنية على منطق بتكون مبنية على تحليل بده الإنسان يكون يعرف لما بده ياخد موقف يكون الموقف اللي عم بياخده بني على معرفة على معطيات على خبرة على ثقافة على تاريخ
ما في شيء بمدى بثانية وأنا بقدر على أساسه أخذ قرار. أنا بدي أقعد إذا صح بدي أتدخل بالحياة السياسية لازم يكون عندي معطيات بالحياة السياسية. إذا ما عندي معطيات أنا كيف بدي أخذ موقف؟ مع مين؟ ضد مين؟ مين معه حق؟ مين ما معه حق بهالموقف؟ يمكن بالموقف التاني يكونوا بالقلب المعه حق والغلطان. كمان أنا اليوم بدي أفهم اللي عم بيخليني انغش بتكوين معطياتي هو كل هالأشخاص يلي جايين بس يوصلوا لي فكر حتى لو كان عن قناعة أو حتى لو كان مدفوع فكر بدكن تقبلوا. بالزمانات ما كان في إذا بدكن شو اسمه ميديا أو تلفزيونات أو راديويات أو جرايد أو حتى كانوا بس تطلعوا الناس يحكوا وعلى قد ما فيهم العالم معهم وقت يسمعوا أو يتسمعوا. اليوم لا، اليوم بكل حياة بكل لحظة من لحظاتنا في عنا ميديا موجودة وعم تنقل رأي لخبر معين. كل تمنيات عليكم، أنا بتمنى عليكم اسمعوا الكل بس ما تكونوا قناعة إلا من بعد ما تكون عندكم معطيات. الحماس مثل التهور، العاطفة مثل الانتحار. كل تمنيات عليكم مثل ما أنا بطلب من أولادي لحتى يقدروا يعرفوا يتصرفوا بأي مجتمع فاتوا عليه جديد لأن بعدهم مخلصين جامعات وبلشوا بحياتهم جديدة. بطلب منكم لألكم كمان ما تفوتوا بتهورين، ما تفوتوا ناقص باجاجكم مثل كأنه واحد رايح الحرب مش أخذ معه باروتو. شو رايح؟ رايح يموت. يا رفاقي يا ولادي يا أصحاب أبنائي، أنا كل اللي بقلكن إياه عشت على الحرب. يا ما في رفقة لإلي اتفجروا لأنه انتقلوا من منطقة لمنطقة من غير مذهب، فجرون على الحواجز. يا ما في رفاق لإلي انصابوا وماتوا، ليكو مين بعد ذكرهم؟ هيدا ألمهم بس بوجع أهلهم، بحرقة قلب أهلهم، بحرقة قلب رفاقهم القراب جدا جدا لإلهم. أنا ما بطلب منكم إلا تكونوا جماعة على قد ما أهلكم تعبوا عليكم تكونوا أنتوا تتعبوا على حالكم لتحافظوا على حالكم. ولا واحد منكم سعره رخيص، وللأسف بلبنان اللي بيروح بهيك ظروف بيكون سعره رخيص، مع العلم انه نحن بنقول عنه شهيد واكيد هو شهيد ومناضل، اكيد هو مناضل، بس خبلوني اعرف اي شهيد او اي مناضل نحن اليوم بعيش بحياتنا اليومية وفي عنده حيسية بحياتنا اليومية مش موجود. تمنياتي لألكن هي التالي، انتبهوا لحالكن، انتبهوا لكل موقف بدكن تاخدوه، انتبهوا لكل فكرة بتسمعوها اوعى تمشوا فيها قبل ما تحللوها. اذا ما عندكن معرفة بالتاريخ بنصحكن روحوا وتسمعوا، لانه نحنا بلبنان حياتنا صعبة. نحنا مش بس هدفنا الشغل مثل اكترية بلدان العالم، نحنا هدفنا نعيش بمجتمع مستقر يلي هو منه الوضع تمعنا بلبنان. كرمل هيك مضطرين لحتى ما نعطي رأي يكون رأي ما عم بيحكي عن الواقع اللي نحن فيه، نكون نعرف شو واقع لبنان، شو مشاكل لبنان، ليش في مشاكل بلبنان، ليش واقع لبنان هالقد مزري، ليه نحن ما فينا نتنفس، ليش كل 15 سنة عنا أزمة بلبنان. إذا بترجعوا لورا شوي صغير بتتذكروا 75 58 90 2005 2020 كل 15 سنة نحن بلبنان في عنا أزمة. ليه؟ أنا بتمنى عليكم كل واحد يجرب يسقف حاله وطنيا لا يعرف يكون حقيقة عنده دور ويقدر يلعبه، ما يكون بعيد الشر عن كلكم صورة معلقة على الحيط. حلو كتير اللي قلته، حلو كتير. والعالم هلأ من وراء الوضع اللي عم بيصير they're thinking أنه ما في حل، يعني خلاص ولازم الواحد يفل. وأنا كنت منهم وأنا قلت لك أنه أنا بدي هاجر. What do you say to those people اللي بدهم يهاجروا لأنه مبين بوجهن أنه ما في حل أبداً؟ لكلكن بقلكن أنتوا اللي عم بتعيشوا اليوم عارفين حجم ضغطه عليكن لأنكن عايشينه، بس يوم اللي أنتوا بتتسقفوا وبتحطوا حالكن لنقول أيام الحرب العالمية الأولى
وقت الهجم الجراد والطاعون ومات نص الشعب اللبناني، أو أيام الاحتلال العثماني للبنان يلي ضاين 400 سنة، أو إذا بدكن أيام الأنابل والمتفجرات والسيارات المفخخة بالماضي القريب. أكيد اللي عم نعيشه كلنا واللي عم بتعيشوه أنتو يا أصحاب الأمال، لأنه أنا اليوم صرت بالمرحلة الثانية بالبارابول، بتطلع بتبلش من تحت بتطلع بترجع بتنزل، أنا بتاني مرحلة من تحت ويمكن بعيد عن الأرض يمكن كلكو مليمتر. لألكن بقلكن اوعى تفقدوا الأمل. لو لبنان بلد ما إله معنى، ليش العالم كله راكد يكون عنده دور بالسياسة اللبنانية؟ اسألوا حالكم هالسؤال وبتعرفوا إنه لبنان دولة أهم شيء فيها، أهم شيء فيها ومش موجودة لا دولة بالعالم. المسلم بيعرف يحكي مع المسيحي والمسيحي بيعرف يحكي مع المسلم، المسيحي بيحترم المسلم والمسلم بيحترم المسيحي. روحوا شوفوا بكل البلدان العالم إذا كانت الدولة الإسلامية كيف يتعاطوا مع غير مواطنين، وإذا كانت دولة مسيحية كيف يتعاطوا مع غير مواطنين. هيدي أهميته للبنان، بدنا نحافظ عليه، بدنا نحافظ على الأرض اللي الله حطنا عليها، وبدنا ننتبه نحن في عنا واجب. نحن مثل ما الله جابنا على هالأرض من وراء أباء وأجداد وأجداد أجداد عانوا لحتى نحن خلونا نوصل لهون، انتو عليكم واجب. العسكري ما بيهرب من المعركة، العسكري بالحرب بيواجه، ويا بيروح قاتل يا بيروح مقتول. الهربان ما اسمه عسكري، بس يمكن العالم ما بدهن يعني they don't, it doesn't mean something to them. بس لقلك العسكري اللي بيهرب من الحرب بيصير اسمه خاين، ما بقعد اسمه عسكري. تفضل سؤال. بس يمكن انت you think انا I should fight for my country لانه اهلي واهلي واهلي وانا بدي وولادي بدهن. طب يمكن في شخص انا اخر همي بلدي، انه مش ضروري الواحد يضلوا عم بيتعذب ويشوف اهله عم بيموتوا ويشوف جيرانه عم بيموتوا من الجوع وبيوتهم عم تتفقش ومصرياتهم عم بيروحوا وكل هدول القصص. وهذا الحكي تبعك كتير حلو، بس بيقولوا لك وين بصرفوا هيدا؟ جيد. اللبناني يلي خلق معه جنسية بلد ما بيعرف امتى الا لما بيتعرف على شخص خلق ما عنده ولا جنسية. لا تعرف قيمة جنسية اللي انت حملها، قارن حالك بشخص ما عنده جنسية. هيدا إذا تجوز ما بيعترفوا له بزواجه، وإذا جيب ولاد ما بيعترفوا له بولاده. ما إله أي حق، لا وطني، ما إله أي حق عليه واجبات. بس وعروف شو قيمة هالبطاقة اللي بجيبتك. هلأ طبعا رح تقلي أنا إيه معي بطاقة، بس يمكن معي بطاقة تانية غيرها. بقلك لحتى تعرف هذا السؤال، كلكن عندكن ناس عايشين خارج لبنان، سألون انت بتفضل تكون عايش بلبنان شرط انه يكون بلد مستقر وفيه امان، ولا انت بتفضل تعيش مطرح ما انت هربت بس لحتى تكون انت مأمن حياتك وحياة ولادك؟ واسمعوا الاجوبة هون، بصيروا تعرفوا انتو شو قيمة وطنكن، شو قيمة الهبل اللي نحن عايشينه. بس للأسف موقعه للبنان بالجغرافيا حطه بمحل كله أزمات. كل إذا بدكن الاقتصاد العالمي مبني على مواد أولية موجودة بهالمنطقة، الغاز، البترول، النفط، يعني هون. وكل العالم جايين كلهم سوا يقاتلوا بعضهم لحتى يكون عندهم نفوذ بمنطقتنا، ونحن مسئبين هيدا البلد الأصغر. أوكي، ومين ما بده يتدخل بيتدخل بالأصغر لأنه طبعا بيكون هو الأضعف. بدنا نشيل بقى عن لبنان ثقة الأضعف. تعرفوا كيف؟ لما بنصير كلنا شعب واحد، مواطنين لبنانيين فقط، وما بنفكر إلا بمصلحة بلدنا مثل ما بنفكر بمصلحتنا الذاتية. هيك فينا نوصل نجبر كل العالم يحترمنا كشعب كمواطنين، ونكون نحنا واجباتنا تجاه وطننا عم نقدر نعملها. Would you think there's a short period of time solution؟ مش عم بقلك solution سير مش third world country، بس solution تا انه نعيش.
سمعته شي مرة بالتاريخ من وقت ما خلق لليوم انه في دولة زالت لانه كان عندها المشاكل اللي عندها لبنان. نحن لو مشاكل لبنان طبعا في مشاكل للبنان هي مشاكل داخلية، بس لو مشاكل لبنان هي فقط داخلية ما كان عندنا كل هالأزمات يلي خلقاني مع بعض. أصلا أزمة كورونا موجودة بكل العالم، ليكو هالبلد الصغير والضعيف شو حامل؟ أزمة كورونا، ما معه مصاري، ما بيقدر يحول مصاري لبرا، ما بيقدر يشتري بضاعة من برا، فساد أكلنا أكلنا هشنا كلنا سوا من الدولة لكل الشعب اللبناني. ما عنا نظام سياسي نحنا طبيعي، أي دولة بالعالم ليتاخذ قرار بده 3 روس على الأقل. خبروني بأي بلد بالعالم اللي بينجح بالانتخابات مجبور يتعاطى مع اللي خسر بالانتخابات ليعمل وزارة، وبيفوتوا على الوزارة بيتخانقوا جوا، وقت اللي بكل العالم في رابح وفي خاسر، هيك الديمقراطية. والرابح بيوصل على من بعد الانتخابات بيعمل وزارة وكل العالم بتحاسبه لأنه هيدا نجح وكان عنده مشروع. أي إنسان أي فريق سياسي اليوم بلبنان عنده مشروع قادر ينفذه ولا فريق. ليه؟ لأنه لبنان مقسوم، غير أنه نحنا عنا عدة أحزاب، نحنا كمان عنا عدة مذاهب، أوكي؟ ومرات كتير المذهب بيكون أقوى من الحزب، وكرمال هيك هو كله مربوطين مع بعض بيوصلوكم لمحل نقدر نعمل شغلة واحدة، البلوكاش، نقدر نعطل بعضنا. ويا ما صاروا اللبنانية المسؤولين متخصصين بهذه اللعبة، بينما نكون نحن عم نيجي نشوف مين المنتج أكتر، مين عم يخدم بلده أكتر، صرنا نتفاصح مين قادر يمنع عن غيره يعمل شيء لحتى ما يطلع لصيد إنه هيدا منيح وأنا مش منيح. مثل ما عودتكم كل أبسود في The Drink of the Episode، الدرينكس شربهم، تعوقنا تنبلش. كان عنده شو كان الدرينك تبعك؟ نسكافيه. نسكافيه بس مش درينك، شربت 5. ايه شرب 5 كنا بلشنا، تعوقنا كتير. انا as usual مي، اعمل كيسك بالهواء بتاكي. كيسك. بدي اسألك اخر سؤال و we can close up for today. شو رأيك بآلين؟ من اي ناحية؟ بكل شيء، as a person, as a human being, as a أنا بعطي رأيي بآلين بعلاقة آلين مع ابني. أوكي. أكتر من هيك أنا ما خصني. أوكي؟ بتمنى له لابني أنه الشخص اللي بده يكون هو إيه بالمستقبل القادم يكون يا آلين يا شخص مثل آلين، كما بتمنى لآلين كمان بمستقبل يكون عنده شخص حدا مثلك أو أنت. شو حلو هالحكي. هيك رأيك؟ رأي آلين، شو رأيك بآلين؟ خلص أعطيت رأيي هيك؟ إنه هي بنت كتير منيحة وبتستاهلك وبتستاهلها. حلو كتير. Thank you so much for this episode. فشيت خلقك مش الحال، يعني إذا بدك فش خلقي لا بعد بدي هلأ بعد فوت على الأوضة فوت على الأوضة بتعيد. هلأ الأبسود التاني اللي بدها تحكي فيه مام يمكن بعد شي سنة بده يكون في حق الرد برتين، لأنه هي سبب تكون حق الرد على اللي قلته. خلاص بتكون نسيت مالا سنة. هيك اوكي. Thank you so much for being on this episode. لإلك. واعذروني انا معتبر حالي عم بحكي مع اولادي، كل شيء حكيته ما حسيته بيطالكم لإلكم اعتبروه عم بحكي مع اولادي انا بهالطيبة بهالمحبة، ما عم بقصد حدا بالعاطل ابدا نهائيا نهائيا نهائيا. كتير منيح، إن شاء الله حبيتوا هذا الأبسود. مثل ما قلت لكم مثل العادة هدول الأبسودز عم بيكونوا مع فيديو على يوتيوب، عم بيكونوا أوديو على سبوتيفاي، أنغامي، أبل بودكاستس. لمنو عامل بعد سبسكرايب لهيدا اليوتيوب تشانل، الكبسة على اليمين تحت اكبسوها وبيكون في حدا بيل بيطلع لكم نوتيفيكيشن وقتها ينزل أبسود جديد. زيت شي على سبوتيفاي، أنغامي، وأبل بودكاست، just follow the podcast وبيطلع لكم كل شيء. في نيوز رح تكون next week on next week's episode، نيوز كتير حلوة. هلأ ما فيني أقلكم عنها، بس شيء بيخلص بـ.com رح تفهموا شو هي. So thank you، منشوفكم جمعة الجاي، و thank you so much again pop. It was a great 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 episode. كل شيء حكي هو من قلبه عم يحكي، اوكي؟ سو مثل ما قال هو بيحكي هيك معنا، وبده اياكم بس تفهموا ليش نحن ما لازم نضلنا عم نتعذب وقرفانين وكل هالقصص. وان شاء الله يا رب كل هيدول القصص يزبطوا قريبا. See you next Saturday.